حياكم الله من جديد في كويت اليوم. الايدز او السيدا او متلازمه نقص المناعه المكتسبه هو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس او فيروس نقص المناعه البشريه فيروس HIV، حيث تؤدي الاصابه بهذه الحاله المرضيه الى التقليل من فعاليه الجهاز المناعي للانسان بشكل تدريجي ليترك المصابين به عرضه للاصابه بانواع من الانتهازيه والاورام. للحديث حول هذا المرض نرحب بالسيد مساعد العطيه رئيس قسم الصيدله بمستشفى الامراض الساريه. نقول صباحك الله بخير. صباحك الله بنور وكرامه. يا هلا مرحبا. في البدايه طبعا الاسامي اللي قلناها سواء كانت الايدز او السيده او متلازمه نقص المناعه المكتسبه كلها مسميات الواحد لما يسمعها يخترع، صح؟ ولكن خرع بمكانها، صح ولا لا؟ اكيد. فعلشان كذي احنا اليوم نبي نسولف عن هذا المرض، نبي نعرف او نعرف الناس اكثر عن مسببات هذا المرض واللي يعتبر الاكثر انتشارا عربيا وخليجيا ومحليا، صح؟ صحيح كلامك. تفضل. طبعا بالبدايه اشكركم على هذه الاستضافه الكريمه. اول شيء لان احنا هاي فعاليه اول مره نسويها في المستشفى وهو اليوم الايدز العالمي. طبعا هذا اليوم في كل سنه في شهر ديسمبر العالم كله يحتفل فيه. طبعا هذا سببه شنو؟ هي لزياده توعيه الناس بمرض الايدز. مرض الايدز هو مرض فيروسي انتهازي يصيب جهاز المناعه فيؤدي الى امراض اخرى. اوكي. بس احنا نبي مسبباته، من شنو يصيب الناس؟ يصيب الانسان من الاتصال الجنسي الغير سليم آمن، ومن نقل الدم الغير آمن، من استخدام أشرطة الأمواس، الوشم، زراعة الأعضاء، الإبر، استخدام الإبر المشتركة بين المدمنين. هذه أهم المسببات. طيب، وبالنسبة حق يعني هل يصنف هذا المرض بالكويت يعني في تصنيف له؟ في هل هو الأول الثاني الثالث؟ لا، هو يعتبر من الأمراض السارية، وإحنا العدد اللي عندنا بالكويت ليس بالعدد الكبير بالنسبة لتعداد السكان، فيعني إحنا حاليا مسيطرين عليه بالكويت ولله الحمد. يعني الحمد لله. طيب، بس عندنا مصابين بهذا المرض. عندنا مصابين. إنزين، نسبة المصابين بهذا المرض خلال العشر أعوام اللي طافت في رقم معين؟ ما يعادل تقريبا 350 شخص. 350 شخص. طيب، من الجنسين ولا من الجنسين، وفي حوالي 7 أطفال. طيب، هل المصابين بهذا المرض لازم يكونون داخل مبنى مستشفى الأمراض السارية ولا وجودهم بالمجتمع عادي؟ وجودهم بالمجتمع جدا عادي ما لم يكون حالته تستدعي العزل. لأن ما في أي مسبب أنك تعزله. ومتى تستدعي حالة العزل؟ لما تكون الحالة واصلة إلى المراحل الأخيرة النهائية، يكون حالته بحيث أنه لا يقدر أن يسيطر على نفسه، ممكن ينقل المرض بشكل غير سليم للمجتمع فيعزل. بس حاليا لا يوجد عندنا أي مريض في المستشفى معزول. طيب، يعني دائما الصورة النمطية لمريض الـ HIV تكون أنه جسمه يكون مبقع، بدأ لونه يصير أبيض، يعني يشحب، يضعف. هل هذه في بدايات المرض ولا في مراحل متقدمة؟ لا، هذه في المراحل النهائية. يكون في بقع، كدمات، يكون تقرحات في الفم، تعرق، سعال، ضيق بالتنفس، اضطراب في الرؤية، حمى شديدة. هذه من العلامات النهائية لما يكون المرض متمكن على الجهاز المناعي وتكون الكرات الدم البيضاء جدا قليلة في الجسم. طيب، إذا نبي نشرح يعني خطورة هذا المرض، تقدر تمثل لي إياها بشنو بالضبط؟ مقارنة بالأمراض الأخرى؟ نعم. خطورة مرض السرطان؟ في مراحل المتقدمة. طبعا. نعم. يعني ممكن طيب. ممكن يكون مميت إذا 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 المريض نفسه ما التزم بالعلاج على طول حياته. لازم طول حياته يستخدم العلاج وهو بانتظام، ويبتعد عن المسببات
الاخرى اللي ممكن تزيد من المرض حتى يستمر في الحياه ويكون حياته طبيعيه. طيب احنا من يعني من عمر الدنيا نسمع ان مرض نقص المناعه ما له علاج، ولكن انت الحين قاعد تقول ان في علاجات. طبعا في تطور للعلاج، مو بس العلاجات، تطور. كان بالسابق العلاج اكثر من دواء، من حوالي من يعني البروتوكول يكون او يكون من 3 أدوية أو 4 أدوية، وفيها صعوبة في التعامل مع هالأدوية. حاليا العلاج بدواء واحد أو دوائين مرة باليوم، وفي المستقبل القريب راح تكون إبرة مرة بالأسبوع. هذا في من التطور للعلاج نفسه. يعني جدا العلاج حاليا اللي قاعد يستخدم في الكويت من أحدث العلاجات طبعا، وغالي جدا، ويعطى حق الكويتيين بالمجان ومتوفر وموجود. طيب يعني دكتور، هل فعلا حامل المرض وهو ما في ممكن شخص يكون حامل هذا المرض وهو ما يدري؟ ممكن. بس ممكن هذا الشخص وهو حامل المرض هذا ينقل حق الشخص السليم المرض. اذا نقل دم، اذا استخدم نفس موس الحلاقه، اذا استخدم مثل ما قلنا مشاركه في الحقن، نفس المسببات. طيب زين، ممكن يكون شخص مثلا حامل هذا المرض وهو ما يدري، و يعني يتعامل مع الاعراض اللي تجيله على انها مرض عادي الى ان يوصل لمثلا مراحل متقدمه. هل صارت هذه؟ ممكن، لان بالبدايه الاعراض الرئيسيه للمرض هي مثل الانفلونزا العاديه، طبعا الام في الجسم، حمى، احتقان في البلعوم، التهاب حق الغدد الليمفاويه بشكل بسيط، كان انفلونزا عاديه، فما تبين معه الا بفحص عينه الدم. طيب اذا بنتكلم عن اليوم العالمي للايدز والملتقى التوعوي الذي تقيمونه، لو تكلمنا عنه. طبعا هذا اليوم احنا كقسم الصيدله في مستشفى الامراض الساريه اول مره ننظمه. احنا يعني كان الهدف مننا ان نوعي طبعا القسم الطبي في المستشفى وفي وزارة الصحة والمجتمع شنو مرض الايدز، وشنو العلاجات الموجودة، وشنو الامكانيات اللي احنا ممكن ان نقلل من هذا المرض موجود في الكويت بحيث انه يكون بنسبة صفر. إن شاء الله. طيب يعني مستشفى الأمراض السارية عندكم أنشطة عديدة للتوعية في هذا المرض، الله يوفقكم إن شاء الله في هذا اليوم وخلال هذا اليوم. طيب يعني يتوافق مع اليوم العالمي للإيدز. طيب هل في بينكم وبين المجتمعات الطبية العالمية تواصل من ناحية أنه والله آخر المستحدثات في مثلا علاج هذا المرض، أو لقوا جين جديد مثلا يحل بعض الأشياء، أو مثلا نقول يعني بعض الأشياء اللي تخص هذا المرض، في تواصل بينكم بين المجتمعات العالمية؟ نعم، احنا التواصل الرئيسي في الموضوع هذا مع منظمة الصحة العالمية، هي اللي تنقل كل ما هو جديد بالنسبة لهذا المرض، وما هي العلاجات، وما هي اكتشافات الجديدة، ومع أيضا مع البروتوكولات العالمية الأوروبية والأمريكية. نعم، شنو اللي يكون فيه مستحدث للعلاج الإيدز يكون متواصل معه. وحضورنا للمؤتمرات العالمية هذه خلال السنة هذه دائما هي تنشط لنا بمعلومات وما هو جديد موجود فيها. طيب إذا كان هذا أول حدث لكم تسوونه اللي هو احتفالا في اليوم العالمي للإيدز، هو أكثر ما هو احتفال، هو أكثر توعية. نعم، بالمرض. طيب في خطط حطيتوها لي مثلا كالندر للسنة مثلا من ناحية أن مجموعة من الملتقيات تسوونها، يعني هذا أول واحد وهو للتوعية بمخاطر هذا المرض، فهل في مثلا خطة أن توعية بأشياء ثانية أكثر؟ نعم، احنا الهدف ان شاء الله القادم راح يكون استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يكون في نوع من الكليبات الصغيره للتوعيه، بحيث انها تكون على اوسع انتشار حق كل اطياف المجتمع، من كبار صغار، من طلبه، من يعني ناس كبار، على اساس انه نوصل لهم كيف تثقف نفسك عن مرض الايدز، وتوعي نفسك وتبعد نفسك عن الاصابه بهذا المرض. طيب احنا الحين يعني كمجتمع نعرف مثلا مسبباته، نعرف مخاطر المرض، نعرف ان طرق الاصابه فيه، فعلشان شيء الواحد يحاول انه يتلافها. لكن
كأطباء وكصيادلة موجودين في مستشفى الأمراض السارية ما في خطر عليكم؟ لا ما في خطر، لأنه ما ينتقل بالهواء، لازم يكون في اتصال عن طريق الدم. يعني فإحنا احتكاكنا مع المريض عادي، كأنك كشخص كنا قاعد معاي، أتحادث معاه، أصرف له العلاج، أبين له ما هو المخاطر، فما في أي خلينا نقول أي مخاطر نهائيا إلا بنقل الدم. الله يبعد الشر عنا وعنكم وعن كل من يشاهدنا إن شاء الله يا رب، وعن المسلمين جميعا. كل شكر لك أستاذ مساعد العطية، رئيس قسم الصيدلة بمستشفى الأمراض السارية، مشكور وما قصرت في نورة المكان. يعطيك العافية، مشكور على اللقاء، ويعني إحنا سعداء بهاللقاء إن شاء الله، وإن شاء الله تكرر في مرات أخرى. بيتكم مكانك، شكرا لك.